Do it yourself اكيد مع باسكال رحمي. بونجور باسكال. بونجور. ماشي الحال؟ اليوم مركزين على لون. لون الازرق. الازرق. صيفيه هلا. يمكن اكثر لون محبوب يمكن. صح. عن جد هو كثير من اكثر الالوان المفضله عند العالم. وبتحسي انه ما في بيت الا ما يكون دخله شيء لون ازرق. يمكن هو لانه حتى عنا. هو ضمن اللوجو بالاساس الازرق. لا هو عن جد يمكن لانه شوي هيك بيذكر بلون البحر بلون السماء بيريح بالهافن. ايه لون كثير بيروق الاعصاب لون رايق وبيمشي بنات صبيين انه صح يعني منه انه هلا هو اكثر معروف كبيبيز يعني انه مربوط بالصبيان بس هالشيء ما بيمنع انه كمان ندخله لاوض البنات بطريقه يعني هيك اكيد تاتشز صغيره وطريقه هيك مهضومه اصلا هلا بطلنا كثير يعني نعتمد انه هذا اللون صبيان وهذا لون بنات مزبوط صارت شوي مخلوطه صح صح فرح نحكي شوي عن الازرق يعني كتاريخه شو المعتقدات اللي هيك مربوطه بهاللون وحتى ساينتفك فاكتس رح نحكي عنهم وكيف نحن نستعمله بطريقه ذكيه ببيتنا او بالمكتب او بحيال الانتريور عنا اياه لنستفيد من الافيات تبع الازرق ونعرف نستفيد منهم وكيف نستعملهم. فرح نبلش بأول صورة ورح نحكي تقريبا شوي رح احكي من خلال هالصورة عن تاريخ لون الأزرق وكيف كان يعني بتعرفي تينا انه الأزرق ما كان هين الحصول عليه كلون فكانوا يستخرجوه من حجرة شبه كريمة اسمها لابيس لازولي وكانت هي كتير شيء غالي وطريقة تحضيره مكلفة فصار هاللون مربوط كتير او مرتبط به الملوك وبالكهنة المهمين وبعده لهلا يعني هاللون مرتبط يعني عنده هيك رابط بانه عنده اهميه يعني هيدا لون في بلو اسمه رويال بلو رويال بلو اكزاكتلي سو من هالشيء انه من وراء طريقة تحضيره صار عنده هالأهمية لأنه مش هين ومش هالقد إنه بيقدروا الكومن بيبل أو العامة الشعب كانوا يقدروا يحصلوا على هاللون وكانوا كمان بمصر وبالصين كانوا كتير يشتغلوا ليحصلوا على هاللون وكانوا يستخرجوه من مينرالز مثل الكالكير يعملوا يعني خلطة بيناتهم بين الكالكير الرصاص والنحاس كانوا يعملوه بيطلع معهم مزبوط والأمريكان كانوا يعملوه من إكستريل بلانت ومن الريزين كمان يطلع معهم هاللون فشوي كانت عمليات معقدة لنقدر نحصل على هاللون. هلا من افيات اللون الازرق يلي هو شوي انه واحد بيستغرب انه يعرفها انه الازرق كثير يعني بيقولوا انه عنده قدره انه يشفي فكانوا كمان بالمصاري والصين قديما كانوا انه يستعملوا هاللون لحتى يعالجوا المرضى من وراء يعني علم كانوا يمارسوه اللي هو الكروموثيرابي وبعده هالشيء موجود لهلا لانه بال 1878 اجروا دراسه تبين من خلالها انه هيدا الضوء الازرق يعني اكثر عنده افي انتيسبتيك او مطهر حلو من اكثر مطهر بالعالم حلو. فمش غلط يعني ساعتها نحن نستعمله مثلا بتواليت انه كهيك يعطي افيه نظيف وكثير يعني بيعطي هيك تاريخ اكزاكتلي وكمان كانوا البوذيه ينصحوا او يعالجوا فيه اللي عندهم اضطراب نفسي انه هو لانه عنده الافيه السوذنج مثل ما قلنا بيروق الاعصاب حتى من وقتها من ايامهم انه كانوا يعالجوا من خلاله المضطربين نفسيا انه بيأمن لهم الانر بيس او السلام الداخلي وبعدنا لهلا كمان نحن فينا ندخله كمان بالاماكن اللي بدنا نروق الاعصاب فيها نقدر نستعمل مثل اوض النوم يعني مثل اوض النوم اكيد كثير مهم انه استعماله كلون واكيد التوناليتي الفاتحه منه
هلا كمان مثلا مثل ما هون عم نشوف هيدا اللون الغامق بالتواليت اللي مرق قبل كانوا انه قبل هيدا الروي هيدا الرويال بلو اللي كنت عم تقولي عنه الملوكي لانه كانوا كمان يصبغوا من وراء الحجر هيدا الحجر شبه كريم كانوا يصبغوا الروب تبع الملوك والكهنه من هاللون تيعطون انه هن الاهميه فكمان نحن عنا مش غلط انه اذا استعملنا قررنا شي حيط ب بأوضة معينة بدنا نعطيها أهمية ونحطها أنا في دانس نلونها بها اللون الرويال بلو أو مثلا مثل ما شفنا بالصورة إذا كان عندي تواليت بالأوضة الصغيرة يعني مثل تواليت حمام الضيوف إنه نعطيها اللون كمان هيك بتحس إنه في جلامور وفي بيعطي شوية قيمة أكتر صح هلا كمان من إفيات تبع اللون الأزرق تينا إنه كانوا يؤمنوا إنه ببعد الشر فكانوا الكوبال تبع قديما بأوروبا يعملوها لون الأزرق كان البواب تبع المدخل الباب الرئيسي كان يكون لون الأزرق الدرج كان يكون من لون الأزرق الفانس تبع هيك كانوا يؤمنوا انه بتبعد الأرواح الشريرة فخلينا نكمل بهالمعتقدات وندخل هاللون الأزرق صح بهاللون الأزرق السماوي هيك it's very nice وكمان تعرفي إنه كانوا ببولندا كان عندهم عادات إنه حيلا بيت في بنت بدها تتجوز يعني في بنت عزبة وإنه هي لازم تتجوز كانوا يجبرون إنه يدهنوا البيت من برا لون أزرق كانوا يعتقدوا إنه كمان هالشي بيسهل أو بيجيب للعريس أسرع فكمان نحن انه فينا نكمل هالعادات وندخل الازرق بمثل ما قلنا يا بالدرج يا بالبيب يا اما بالفانس كمان حلو اذا عنا نحن هلا خصوصا بهلا بدايه الموسم الصيفيه وعم نقعد عاداتنا برا فاذا دخلنا لون الازرق بعاداتنا برا كثير بيعطي ميكستشر حلوه مع الالوان الطبيعه اللي بنكون محاطين فيها ف اتس ا فيري نايس خصوصا انه بالطبيعه ما في لون ازرق يعني ما بنشوفه الا بالسما والبحر فهو بيكون ربال يعني هو لون موجود بالطبيعه ويلي هو كثير انه نحن السما الزرقاء هي من اجمل الالوان واحد بيقدر بينبسط انه يطلع عليها ومنحبها اكثر اكيد من الغيوم وتكون ملبده سو يعني هو بيعطي هيك هابينس هاللون وبيروق الاعصاب مثل ما قلنا وكمان ب 1932 عمل بسيكولوج كمان ابحاث بين انه اهميه دور الضوء الازرق على ضغط الدم فشو عمل اثنين جروب من العالم ضغط الدم تبعهم عادي نورمال فناس حط لهم ضوء الاحمر وناس ضوء ازرق على مده نص ساعه اللي تعرضوا للضوء الاحمر صار عندهم ضغط الدم عالي والضوء واللي تعرضوا للضوء الازرق صار ضغط الدم ازرق واطي بقى هالشي بين انه اكيد انه الضوء الازرق بيوطي ضغط الدم يعني بيروق الاعصاب وبيريح من هون صرنا نحن بننصح فيه لاوض النوم ومثل ما بين بالصوره انه حتى لو كان يعني هو اكيد نحن بننصح بالالوان الرايقه تبع الازرق لحتى يساعد اكثر لواحد يروق اعصابه ولحتى ما تطلع كثير الاوضه انه مونوتون وباهته فينا ساعتها نغمق اللون الخشب مثلا او بأكسنت معينة ساعتها بنخلق إكليبر وتوازن بالألوان وبيعطي ريزولتا كتير حلو هلأ كمان في إكسبريسيون معروفة يلي هي I'm feeling blue يلي هي من وين جاي تاريخها من وراء بيكاسو بفترة قديمة بأول نعرف ببريود بلو تبع بيكاسو لأنه انتحر صديقه وكان حس بفترتها أنه أكيد كان كتير ديبرست وزعلان فطغي اللون الأزرق على باليتات ألوانه بكل لوحاته ووقتها صاروا عدون العالم أنه كتير باردين وسفار فما حبون العالم من هون انطلق لقيت هالإكسبرسيون اللي هي feeling blue ونحن يعني فينا انه اكيد نحن بنعرف انه لون الازرق لون بارد وخصوصا الازرق اللي كثير فاتح بس اذا دخلنا له شويه حمار فيه بصير يعطي لانه الاحمر بيقرب صوبك سو بتحسيه انه دافي ف
فاللون الأزرق الدافئ كتير ريكومندد وخصوصا بالليفينج روم يعني مثل ما مرقت الصورة اللي قبل كتير ريكومندد لهالسوشيال سبيسز يعني بس يكون في عالم بدها تكون قاعدة مثل أوضة القعدة مثل مثلا إذا عندك شيء عاملة شيء إيفنت سهرة جامعة العالم كمان فيك تستعملي هاللون الأزرق الدافئ بالديكوريشن بتصنط بالتابل كمان بتحسي very inviting وكتير هيك مسهل للconversation وحلو لهالأماكن هلا بيقولوا كمان تينا إنه الأزرق بيسد الشهية فهلو هل هل يعني هل بيشتريش هون زرق صح ما هل بدي اقول لك هل شيء معروف من ورا يمكن لانه الاكل لما يعفن او يتمر بيزرق شوي فكتير مرتبطه صح يعني بيقولوا انه كتير بياثر على الابيتي مشان هيك في كتير دايتيشن من خلال الرجيم يلي بيعطوه بينصحوا البيشنت تبعهم ياكلوا بصحون لونهم ازرق هلا كمان فينا نحن مثل ما شفنا بالصوره انه تكون الدايننج اوضه السفره كمان دخلها لون الازرق يعني يا بالكراسي يا بالحيطان يا بالسقف كمان كثير الواحد بياخذ بياكل اقل اي فبيساعد كثير لواحد يخفف شهيته هون مثلا بهالصوره تينا عم نشوف انه كمان الازرق كثير مرغوب بالمكاتب وبمحلات او بالستاديز اريا او مطرح ما الاولاد بيدرسوا ليش لانه كمان بينت الدراسات انه كثير بيزيد الكرياتيفيتي عند الناس لون الازرق يعني لو انعملت ابحاث بينت انه انعمل على جروب اولاد الاولاد اللي انعمل اي كيو تيست عليهم والسقف لونه ازرق جابوا سكورات اعلى من غير جروبات من الاولاد فاذا دخلنا هاللون نحن كمان مطرح ما الاولاد بيدرسوا يا اما اذا قادرين نحطه بالسقف انت عندنا سقف عالي او بشي حيط معين او باكسسوارز معينه يمكن ندخل هاللون الازرق كمان بنكون نحن عم نساعد اولادنا او حتى حالنا اذا بمكتبنا نقدر ندخل هاللون كمان بيساعد لنكون كرياتيف اكثر هلا كمان بالفنك شوي اللون الازرق كثير محبوب وكثير يعني بيشددوا عليه لانه هو تريبريزنت او بيمثل لون المي ولون المي المي هو اليمان من الفايف اليمنتس يلي معروفين بالفانك شوي وكمان بنقدر كمان ندخله مثل ما هون عم نشوف اذا عندنا باوضه قعده او حسب باي ميله مساقه بالبيت يعني هو بفضله بالمنطقه الشرقيه من البيت لانه بيجيب كثير منيح للصحه وللعائله واذا كان مثلا بالمنطقه الجنوبيه الغربيه من البيت كثير منيح بيزيد الغنى والكثره والمصاري فهولي من الناحيه يعني شو الافيات تبع اللون الازرق هلا رح نكمل بكيف نحن كمان نقدر نستعمله من حسب انه التاريخ مثلا بس بالصوره هلا يلي رح نشوفها رح نشوف انه اللون الازرق الغامق هون عم نشوف باركونتر مش مثل الفاتح انه صح يعني حلو كمان نستعمله كبولد كولر يعني لون كتير جريء بهالاوضه قليل عم نستعمل كحله قليل قليل مع انه كثير كمان بذكر بيميل اكثر للرمادي للبني بس مش للكحله مش للكحله فهون هي فكره جديده او فكره يلي واحد ما مفكر فيها قبل انه نقدر نستعمل هاللون باوضه النوم يعني لانه يمكن اوقات بنخاف من حاجه ايجابيه اكيد كثير منيح لانه عن جد بحسسك باللون الديب بلو سي هذا تبع البحر الغامق هيك بيروق كثير بيروق هاللون يعني مع انه لون غامق كتير بس مش مثل مثلا لون الأحمر أو الأورانج اللي ما بيزعج أبدا يعني بزيت الوقت بس أكيد ما عم بلون كل الأوضة منه أكيد. لأنه بيزغر صح سمبلي بس أنه بتحسي أنه ما فيها بقى ضوء بتصغر الأوضة فإذا عملنا مثل ما هون ورا التخت استعملنا هاللون كمان كتير هاللون مهم أنه نستعمله بقلب أوضة بشوف الأزرق كتير بالحمامات صح يعني مزبوط حتى بالسانيتري مزبوط هو
هو مثل ما قلنا لانه يمكن بيعطي افيه انه هو من اكثر الوان عندها باور انه بتطهر يعني هيك كضوء الازرق بالنظافه بتوحي بالنظافه وبذات الوقت بذكرك بالمي يلي هي تبع البحر فكتير محبذ انه نستعمله بالتواليت يعني مثلا مثل ما هون عم نشوف انه يعني مع حد البنوار كمان بتحس حالك عن جد كتير ريلاكسينج وهو اذا بتعرفي تينا انه الرومان من زمان كانوا يستعملوه كلون باك جراوند بس للون الازرق بس الكنيسة بوقت البيزنطي الكنيسة هي رجعت درجت كتير اللون الازرق لما تستعمله على السقف وتدخل له اللون الذهبي فصار هيك كتير يعطي جلامور كتير الذهبي مع الازرق هيك الغامق فنحن لما عم نعمل رابيل لهاللون الازرق هيك بتدخل يذكرنا شوي بتاريخه كمان كثير بيعطي افيات حلوه مثل ما عم نشوف هون وكمان مثل في صوره اللي رح تمرق هلا معنا رح يبين كمان السقف الازرق كمان كثير بعده بوبولر وخصوصا انه هيك شوي بذكرك بالسما والنجوم وبيعطي قيمه كمان بتحسي للاوضه قيمه اكيد اكيد ومثل ما قلنا كمان بخفف الشهيه مش غلط بهالايام السقف الغامق بيوحي بغرفة أصغر أوطى السقف بيوطي السقف بس مشان هيك إذا عندي أنا سقف عالي إذا في مدى فينا نعمل يعني إذا سقفي واطي أكيد لا ما بنصح لأنه شوية منحسه يعني رح يعطي أوطى بس إذا أنا عندي مثلا أكثر من 3 أمتار سقفي أكيد I can do it يعني فينا نعملها بكل مثلا هوني كمان يعني تدخيله very nice very very nice وخصوصا هل عن جد اللون الأزرق عنده كتير أهمية من مثلا نحن كمسيحية يعني العذراء لبستها الكنيسة الأزرق لون الأزرق فكتير عنده رموز وكتير عنده أهمية هاللون بالنسبة لنا رموز إيجابية positive very positive ومثل ما قلنا كتير ملوكي هاللون كمان. لأنه الملوك وبعدهم لهلا يعني بتحس تقوم الكحلة والهيك عنده كتير أهمية thank you Pascal رح ناخد وقفة من بعدها في بيناتنا مع بير